الإعلام الرياضي المصري تحديدا والإعلام الرياضي الجزائري تحديدا، بقول تاني انتوا لازم تكونوا قدوة للناس، لازم يكون الإعلام الرياضي عند مستوى المسؤولية. مش عايز افتكر يعني الشروق الجزائرية قالت مثل هذا الكلام، مش عايز افتكر بقى الكلام بتاع زمان، شوية ناس عديم المسؤولية والإحساس بالوطنية والمسؤولية المهنية حتى في الفترات الماضية اللي أدوا إلى تعكير صفو الأجواء بين مصر والجزائر في فترة ما. شعب جزائري بيحب الشعب المصري، شعب المصري بيحب الشعب الجزائري، اوعى تصدقوا حاجة غير كده. ده حقيقة موجودة ومحفورة في التاريخ. وقت الجد، وقت الجد بتلاقي الجزائر، وقت الجد الجزائر بتلاقي مصر، ده وقت الجد. سيبكم بقى الهزار والكلام والتنكيت وغيره، لكن في النهاية في حرب أكتوبر كان الجيش الجزائري مع الجيش المصري في سيناء. اقروا التاريخ. في وقت الأزمات كان البترول والغاز الجزائري عوضا عن نقص وشح البترول والمحروقات الموجودة في مصر. كان في يوم من الأيام كلمة الحرية والاستقلال الجزائرية بتصدر من هنا من القاهرة فترة الرئيس جمال عبد الناصر، احنا كلانا معا على طريق واحد، لن تفرقنا كرة القدم بل تجمعنا، جمعتنا السياسة، جمعنا الاقتصاد، جمعتنا الأخوة، جمعتنا العروبة، جمعتنا القضايا المشتركة، لن تفرقنا. مباراة في كرة القدم هي مش بين مصر والجزائر بالمناسبة.